السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أيها المتابعين، أيها الأعزاء، أيها الأحبة، أتمنى لكم يوم سعيد. طبعا ولكم حلقة جديدة من بانشت، اللعبة اللي الحين يمكن من أصعب الألعاب اللي حق الموازنة أنا لعبتها. المشكلة أنا أبني بطريقة سريعة، أوكي، ومش ملحق على شو العالم شكلي. زين، أول شغلتين ببنيهم اللي هي بيت، بس مش البيت الأولي، لا أنا ببني هنجر حق العالم كلها في الوسط هني، وأبى أبني كم واحد عندي. لحظة خلينا نطلع البيانات كلها. 1 2 3 أوكي، نزل هذا هني، نزل اللوكس تحت، نخلي فوق هذا، ولا نزله هني. أوكي، نشوف 1800 ميلكل عندنا، شو عندنا؟ عندنا 10 تنفار، يعني يمديني احطي حق صيد. انا بركز على الصيد، والله احس الصيد افضل من معظم المهن اللي موجودة، بما ان الصيد والله المكان حلو حق صيد. نزيد صبر، اوكي حق صيد هذا المكان. نبى الشارع من قدام الباب لين، او نقدر نسوي شارع على البحر لين قدام البيت هذا بالطريقه هاي، وخليناهم يجمعون كل شيء. يلا خلنا نسير الحين. اول شيء بيبنون اظن البيت، ما ببني وايد شغلات اساس الا اذا محتاج وود كتر. انا محتاج وود كتر يكون الحين، بيمشينا هنا وود كتر عادي. زين، بنبني بيت، بنبني حق الصيد، وبنبني شو بعد؟ الحين قاعدين مع كل الموارد بنبني، ايوه هاي الشغلات الاساسيه. وببني لهم على طول بيوت، بسوي ماركت، بس اول شيء بحطيهم كلهم في بيت واحد، مش في بيتين. زين، خلهم لحظه، خلينا نحط لنا تو بلدرز. زين، يبدون يبنون. اوكي، كل شيء فل عندي، ما عليه، مو مشكله. بنحط 2 يبنون، اظن يكفون 2، ما نحتاج اكثر. خلينا نعطي اولويه حق منو؟ تعرفون حق منو؟ حق السمك. خلينا نعطي اولويه حق هذا. سيده بشغل 4 في السمك. سيده، سوري. انزين، شغل 4 في السمك، بعدين خليهم يبنون لهم بيت، ينظفون المكان، اي شيء يسوون يسوونه برايهم. خلي البلدرز الحين يجون يبنون مال السمك، ونبلنا البود كتر، ونحطي 4 صيادين على طول لان المكان زين. وين الصيادين؟ هذول هم 1 2 3 4 زيادة، 5 ليبرز، 1 ما بحطي مزارع، بجرب، ابى اجرب استراتيجية بدون مزارع، خطرة شوي بتكون، لكن ما علي، مو مشكلة. الحين ممكن تجيبون موارد حق هايل. لحظة، خلنا نحط اولية حق البناء كله. اول شيء خلي يبنون هذا اول، كلهم خلي يبنون هذا اول، اوكي، على اساس يكون عندهم بيت اول شيء، مش يصيرون يجمعون الموارد. لا، اول شيء نبى بيوت. ابى اسويهم بيوت واكل، معظم اللي راح يقولون في الاكل. الخريطة زينة، خريطة زينة، نقدر نسوي قرية معتبرة هني تقريبا حاليا. الحين شنو ناقصنا هني؟ ناقصنا وود كتر. خليه 1 يقطع خشب، بنحط الليمت 500. انزين، وانتو شو ناقصنكم؟ ناقصنهم حصى. تعالوا اول شيء هذا بنو، ممكن وين اللي يبنون؟ يبالهم دق، والله والله يبالهم دق. اخر شيء بيبنون البيت شكله. انزين، نبى خشب، مش وود كتر. لحظة، هارفست ايفريثينج هير، كل شيء هنا، كل شيء كل شيء، كل الخشب كامل. نبى خشب، في خشب، هذا هو متروس خشب، بس ليش ما يبنون؟ عندي بلدر 2. يا الله، بيجي الشتا وما عندهم بيت. يا ربي، شو هذا؟ شو هذا؟ شو هالناس اوكي، انا اظن المشكلة عيل
في هذا التخزين، فبسوي التخزين قدام هني، نرمي شلة في اي وقت عادي، خلنا حاطينه هني. اوكي يمكن يحطون فيه خشب يبدا اللي يبني ما يقدرون يحطون حق البناء الا اذا موجود في مكان. يا حبيبي ليش؟ كم عندنا اكل نحن؟ زين نبغى اول ما يبنون البيت يبنون مال سمك ثاني. لحظة على طول نحط لهم في الشرح الثاني مكان حلو، ابا مكان، لا هذا بيضارب مع هذا في الصيد، ما نبي يضاربوا مع بعض. بنحط لنا يا جماعة الخير خط هني وخط لين هني. اوكي وبنحط 4 صيادين غير على طول مرة صيد. الصيد ما يوقف الا يعني، بس اظني لازم مزرعة بعد، لازم بطاط لان انتاج المزرعة وايد اكثر من اللي هذا. ان شاء الله كلهم يسكنون الحين، لما ساعة قعدت اجرب مش كلهم سكنوا هالبيت. هذا عبارة عن بيت كبير كل حد يسكن فيه، يعني ياخذ مساحة طيبة من الناس، مفروض كمية سوري طيبة من الناس. فان شاء الله يبنونه وكل حد يسكن فيه ان شاء الله، ما يدلعون علي. زين خلينا نحط لهم ماي، يبون ماي 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 ماي. وين كان يا جماعة؟ ساعدوني. هذا الماي هو ترول لهني يستوي. افا بنحطيه هني مو مشكلة. يلا يا جماعة بيموتون ترى، ما انا بحد يموت، كلهم مستوى عنا وايد عمال. كم عامل عنا سوى؟ هل ننزل ليمتس هني بعد بس نعرف شو قاعدين نسوي. انزين عندنا 700 اكل والشتة طويلة. اوكي سكنوا العالم، بس مشكلهم سكنوا. هذا بشكل عام راح يكون فريج كبير، شو بسوي؟ اساسا نزيد الصيادين على طول، بحطي بيتين ثلاثة هني، بنحط الشارع بالطريقة هاي هني. زين البيت مش 100% صح، بس ما بهدمه برده لان اصلا يمكن يموتون الحين، اساسا في احتمال انهم يموتون حاليا. بس انا همي الاكل، لانهم اذا شلوا اكل ومكفنهم اوكي، لان الحين في الوسط بالضبط هني بحط لهم ماركت ومزارع. يعني الهدف الاساسي اني اخلي سوق حقهم. وين صار الماركت؟ هذا هو المارتنل، لا هذا برج، هذا الماركت. ماركت بيكون مكان ما هنا على اساس نبني حوله كامل بيوت. بنحطي دق عليه ستوب، ما نبي حد يبني. بنحطي هني حوله شو؟ مبنى، شارع سوري. وحول الماركت راح يكون في بيوت وخدمات ثانية. اوكي فالحين هم امورهم بتكون مفروض تكون شبه طيبة الامور، الا اذا اعطينا اولوية حق هذا على اساس يجيب لنا اكل زيادة. شوف والله سمك زين، احس انه يعيش السمكة. اوكي قام يبوله موارد، نايس حلو وايد زين. انزين بدأ المفصل، فخلوني اجرب احط مزرعة واحدة هني جنب السوق، احس بيكون شكله حلو هني مزرعة. ناقص حبة هني وبنحط فيه. ادري قلتوا لي 7 في 7 يعني عامل واحد، بس حطي عاملين هني، حطي عاملين يزرعون لنا مش سكواش، ذرة سكواش. ما اعرف شو اصلا، شو السكواش؟ ما ادري، حد يعرف شو السكواش يكتب لي تحت. انزين خلينا نحط لهم شارع هني بعد. انزين ترى في عامل بناي لازم يجي هني يسوي حتى هاي اللحظة. صبر خلينا نحط لنا لا تصير هني، بنحطي اولوية حق هذا، خلهم يبنونه. اظني هالمكان بسوي تخزين نوعا ما. انزين نبغى يبنون هذا على اساس ان عندي ناس، بخلي قاذرر واحد بس واحد يجمع، والباقيين يسوون اكل كلهم، واثنين يبنون حاليا.
ايرون تول، يبالي شغلات حد يسوي لي حديد وهذا بلاك سميث وكذا بس لازم ازيد العدد الناس. اهم شيء اشوف ان الاكل يطفح، يطلع برا على البيوت، ما حد يبوه، ما حد يشله، لانه هم وزعوا اعمارهم صح. احنا شو بنسوي؟ بنحط اربعة غير يصيدون سمك. اوكي، خلي السمك يزيد من صح، يزيد يعني انزين. وبنحط لنا على طول نحن نشوف تريد تريدر، قلتوا لي انتو صح؟ مش الحين تريدر، لا اعطي لهم مدرسة حتى يطلع لنا عمال فاهمين. هاي ثلاثة مو اربعة ما عندهم بيوت، مع ان هني ترى على فكرة في مكانة انا شفتهم انهم ما يسكنون كامل، ما اعرف ليش، ما اعرف السبب، لكن عندي اثنين اللي يبنون متنحين شوية، لازم احط لهم برايورتي اساس يبنون ولا شو؟ ابنوا بيوت يا جماعة، عندنا ناس ساكنة في الشارع، خلهم يزيدون، محتاجين عمال. بعد بحط واحد مال سمك اظني، بس السمك يتم يزيد طول الموسم ما ينقص. هاي الذرة، ذرة الحين قاعد يشلونها. اوكي ممتاز، كم ذرة بيستوي عندي؟ محتاجين مزرعة، كيف مكان بدون مزرعة ما يصير. كورن لا كمية يطلع زين، والسمك كمية. لحظة خلنا نحط لنا صياد ثاني، لان بيونا مجموعة ناس الحين قريب. هني هذا، هذا هني، هذا هني، ثلاثة مال الصيد هني بالطريقة هاي. هذا شارع، هو شارع نوعا ما سيدة، شارع لين هني يقص المكان، وشارع حول هذا المكان، انه يكون شوي مرتب يعني، نوعا ما مرتب مش وايد. زين الحين بيسكنون هاي اللي بيبون عيال، اول ما يبون عيال شو بسوي فيهم؟ انا بخبركم، بنبني لهم لاحقين نحن على تعليمهم وهذا والسوالف، لاحقين اظني لاحقين. نبى لا ما نبى هالسوالف كلها، نبى مقبره، لا مش بدري حط لهم مقبره اشجعهم يموتون احس. نبى خليني احط لنا بلاك سميث يسوي لنا معدات واحد زين، وبنحط لنا هذا عشان يقلل الخشب اللي نستعمله. حطينا نحن بلاك سميث، هذا ما نبي نحطيه. هيربلزم، هيربلس بنحطي، لا هيربلس بعد، ولا اقول لكم لا، هذا الطباب هاي يبي لهم ادوية يبونه، بنحطي لهم هاي ثلاثة اللي بيون وظايفهم معلومة. خلينا نسوي بالطريقة هاي انزين، هذا ثلاثة اللي بيون وضايفهم الحين معلومة، اوكي؟ عندنا في كل مبنى بنحطي واحد، بس اللي نباه بعد ان اني نحن في الوسط نجمع هالمنطقة كامل، او احطي لي هني ناس، لان هني بتكون تقريبا لين هني مدينة، حلو؟ يعني لين هذا المكان تقريبا نحن راح نشله. لحظة، هذا كله بنشله، اوكي؟ يعني بنحتاج هني بعد صنعة ثانية، اللي هني داخل بس بنشل الحصة لين هني، ما بشل أكثر، أوكي؟ بشل الحديد اللي هني بس، ما أعرف هالاثنين كم بيسوون، بس أوكي، على أساس إن الأمور شو تمشي، زين بنحط لنا مخزن هني عند البيوت، لحظة بنحط لنا مخزن أقرب من هني تقريباً. كم بيشل المخزن من هني لين المخزن؟ اوكي الدور حول شارع، اوكي اساس ان المخازن هاي اصلا فل، ونبى مخازن هني، والناس اوريدي سكنت هني محصله كل شيء، هي محصله اكل ومحصله شو اسمه، محصله كل شيء هني، في اكل زايد، في عندي 1200 اكل توتال، بس هذا يراوين اللي في المخزن، لان في الشتا بعد ما بننتج وايد لا تنسون. زين خلي اشوف بيبنون هذا،
لان انا وايد شغل حاط عليهم مساكين ترى. نحن اللي محتاجين ولدوا عندنا ناس يداد. ونبدا شوي شوي بنديهم مدرسه وربعه وهالسوق. مدرسه وهاي اظن هني بحطيهم. حول السوق ممكن احطيهم هني في الزاويه، احط بيوت كلها هني، اترس المكان بيوت هني على اساس يكونون قريب الماركت كلهم. اي حد يبغى اي شيء يروح الماركت. نبى نحط بعد مال التجاره تريد بوست. انا ليش محتاج مزرعه؟ لان محتاج دائما عمال وقت الشتاء يكملون الشغل اللي مش قادرين يكملونه باقي العمال. فحلو يكون عندنا مزرعه، ولا مزرعه مش شيء احسه اساسي اصلا. خلاص دام عندنا مساحه بحريه نفس هذه اتصور يمكن يمكن لا بعد ما بيكفينا. شو تقول؟ بعد ما اظن بيكفينا، بعد ما بيكفينا. لان الحين كم عندنا في المخزن نحن اكل؟ 800 وشيء، 800 منهم سمك. الناس تاكل الذره والله، تاكل الذره. بس السمك ميسته صيف وشتاء يجيبون سمك. شوفوا يعني هذا شو شال انفنتوري، شال 10 سمك. اوبس انزين صار 10 سمك. بس نحن محتاجين، لان الناس يداد بيولدون عندنا كل يوم، محتاجين لهم معدات يداد، شو اسمه يداد، كل شيء يدي. خلينا نعطي اولويه لان هاي المساطيل ما يبنون شيء. ما ادري ايش يسوون العمال، ما ادري وينهم، وين يروحون العمال؟ نصابين والله انهم العمال، والله نصابين. ما ادري وين يروحون يفلون كله بريكات. ايوه تعال ابني يا اخي، شو تسهبل انت؟ لقينا عيال قريب يعني. زين نبى نحط مال تريد اللي هو هذا تريد بوست، لازم يكون بحري. بنحطيه هني، ما عندنا مكان زين حقه. نبى مكان زين حق التريد بوست. شوف لا مش بس الشارع مخرب، حاول تشوف شو اللي مخرب عليه الشارع. منو؟ لا مش بس الشارع، في شغله ثانيه مخربه عليه. انزين معناه ما بنحط التريد بوست الحين، لان انزين بنحطينه في الوك سميث، واحد من الليبرز يسوي معدات لين يجونا ناس زياد، لان ابغاهم يشتغلون اسرع. المعدات اللي يسويها حاليا كول فحم، ما عندنا فحم. بس شوفوا كأكل الحين هم متوزعين، الثمانية يشتغلون على الاثنين، بس ما ينفع. نبى الناس تنتج اذا يبون اكل. لا بعد نبى نحتاج مزارع، ما في شيء نفس انتاج المزارع ترى، ما في شيء نفس انتاج المزارع. زين ونبى الحين بخلي الخياط بروحه. زين بسوي لهم الخياط. هذا منو؟ هذا الهربلست. الحين معناه نحتاج نبني مباني جديدة، لأن هذيل ما يشتغلون إلا بموارد معينة. الموارد المعينة هاي ما عندنا حاليا. عندكم بيت، عندكم كل شيء. انزين عشان نزيد تكاثرهم بحطي بيت، بيتين فراغ، ثلاثة أربعة، خل فاضي بينهم. لا بايب من هني الشارع خله، بالعكس بيت، بيتين، ثلاثة بني بشارع من هني لين هني. أوكي شفتوا كيف؟ بالطريقة هاي. الحين يستوي نحطي لنا، اذا نحط شارع طويل بما فيه الكفاية، اذا يانا ناس يداد تولد خلنا نعطي البنايين مالنا هاي اللي بدقهم انا اليوم. تعالوا نبى ناس، تعالوا نبى ناس. ما عندنا سمك وايد، معناه الناس اللي داد بيستوون. كم ياهل عندي؟ 9 ياهل، قريب بيكبرون. انزين فأنا بسوي هنا منطقة زراعية صغيرة هنا ورا البيوت. وين الماركت يخلص؟ هل ناخذ قياس وين يخلص الماركت؟ ها
هذه مثلا كلها بتكون لين هني ماركت، والله يغطي مساحة طيبة. معناه بحط مزارع هني بمد البيوت وين؟ هني كامل بيستوي وايد بيوت. خلوني احط مزارع بالطريقة هاي، 14 في 14 مزارع بتكون بيوت، بتكون مزارع 13 14 في 14 هني مزرعة، نبى مزرعتين، بنحطي مزرعة ثانية أربعتاش في أربعتاش، إن شاء الله يستوي حول الشارع. أنا كأني شفت إنه يستوي، كأني شفت إنه يستوي. آه ها كروب فيلد، أوبس زين سوري، أقول ليش ما يستوي، يقول قيق قيق قيق. زين حطيه هني. انزين الحين المفروض يجونا ناس صراحة، يعني المفروض انه يجونا ناس. اوكي هذا كله الذي العيون شو الاكل بس اللي صار ويانا يعني اخر مرة، امر لا يغتفر. ليش ما يبون يتكاثرون يا هال؟ مو بشي ترى يا هال، يعني ياكل على الفاضي، معنا ما في انتاجية بس ياكل. هربلست عندنا، هذا عندنا، ابا ناس يا اخي تشتغل. هذا اثنين، هذا اثنين يشتغلون فيه، عندنا يعني اربعه. هذا كور، ما اظن بيمديهم يسوون اثنين. خلونا ندق عليه ستوب، ما في ستوب على هذا، دونت ورك. لين يستوي عندنا ناس زياده، والله ترياهم حاليا يتكاثرون شويه يعني. انزين الحين هني نبا محن في نص الغابه هاي، هني الخشب ما نبغى، أبغى أحطي هربلست يشتغل واحد، وأبغى فورستر يشتغل هني واحد، وأبغى شو بعد، أبغى هانتر هني قابلهم. زين ونجيب لهم شارع مهني لين، هذا بعد شارع، شارع سيدة تقريبا سيدة. زين هذا ما يستوي، سيدي خله برايه يلفني غصب. انزين الحين هاي شتا شو وضع الاكل؟ والله مش ولا بد يعني، مش ولا بد، محتاجين كمية ناس. المشكلة كل ما نجيب بيوت يعني في اهال زيادة، يا اهال زيادة ياكلون زيادة وما ينتجون بزيادة، واللي هو شيء سيء بالنسبة لي. فابى انتج هني، نبني هايل. زين وشو نسوي؟ نحطي على كل واحد شغلة مثل ما تقولون، يعني حد يجيب لنا الليذر وهالسوالف، وحد يجيب لنا هالامور، ويبدون شو يسوون لهم ثياب يقلل من استهلاك منه الاكل مالهم، اللي هو هذا هاي يقول البلس وول، ما عندنا وول اظن من الخرفان بس بيكون. اه اوكي زاد عندنا ليبر زياده، حلو. اه معناه بنحطي حق هذا مزارعين زياده. اوكي وبخلي هذا شو يشتغل. اوكي هذا بعد له اربعة يشتغلون، المفروض هني اثنين وهني اثنين. ها حرام في اثنين والله، لحظة خلني لحظة، هاي كان ولا لا؟ هذي سوري، نشيل هذا من مكانه ونخلي هاي اللي يشتغلون هني. والله نزيد الاولوية على هذا او لا؟
خلهم يخلصون هذا المكان بسرعة، خليهم أربعة يشتغلون. أربعة ليش هني؟ هني يبالا خرب فيه الفور أوت أوف فور. أوكي مو مشكلة، وهذا ما راح نحط فيه إلا شو؟ بيت بالعكس، كيف نفس الشيء، ما بنحط بيت هني، لا بنحط شغلة ثانية عقب. إنزين بنحط عندهم الجماعة اللي هني على أساس ما تستوي خربطة. في نص الدرب هني بحطي مساحة توفر على أساس اللي من المدينة يبى منه شيء يجي هني، واللي يبى من هني شيء يجي هناك. فهمتوا علي؟ يعني اللي يبى شيء من المخزن هذا يهني، وهذا ما يصكون طول الدرب للمدينة على أساس إنهم يحطون سمن. وفر الدرب على الاثنين. إنزين أنت بعد كور، أوكي مزرعتين. أظن كل مزرعة مفروض اثنين كفاية. ليش كل هذا على المزارع يعني؟ بزيد صيادين اثنين، خلهم يتوزعون. استوى عندي عامل واحد مرة ثانية، والله هذه الشغلة. إنزين ما عندهم أكل، أكل بيكم، ما لا تحدون لا تحدون، بيكم إن شاء الله، بيكم أكل إن شاء الله، بيكم أكل. هايد كود شوفوا قاعد، مع إنه ما عندي إنتاج، شو سالفة؟ ما عندي حد يشتغل هني، يستهبلون يا جماعة، ما عندهم أكل من أولها. أربع مزارعين ودنيا. زين مفروض كل واحد يشيل قد حاجته، لأن أنا متأكد أن هايل لاطين الدنيا كلها. شوفوا 400 فش عندهم، وهايل مش محصلين ياكلون. وهني هايل شوفوا عندهم 50-70 فش. وين تبون انتو؟ ليش تشوفوا كيف يفضل الاكل على طول؟ الحين من يفضل المحصول عندنا بتشوفونهم شو اسمه، زاد الاكل عندهم شوي، مو مشكلة. خلينا نزيد الفارمرز حبة زيادة بعد، خليهم خمسة بدل هذا، على الاقل مكان واحد يشتغلون اربعة، لو واحد يشتغل مكان ثاني عرفتوا. وخلنا ننقص البناية، واحد يبني، وخلي المزرعة كل واحد فيه واحد، ثلاثة ثلاثة كل مزرعة تقريبا. مفروض يكون امورهم طيبة لين ينتجون، يعني لين يبدون يطلعون لي ناس زيادة. بعد بحط بيوت زيادة، لحظة بحط، خلنا احط بيوت زيادة. هي اللعبة اليوم شوي ريسكي، اللعب مش لعب خطير قاعد العب، انا لعب يا فشل يا نجاح. زين حط الشارع من هني لين هني، قلت لكم كل الجروب بيوت بسوي بالطريقة هاي دائما. هل تقولها شو قاعد يسوي؟ ما عنده أكل وقاعد ينتج ناس زيادة، لأن الناس زيادة راح تشتغل في صناعة الأكل. أنا الحين أفكر فيها بالطريقة هاي، يمكن أكون غلطان ما أدري. وهاي اللي بعد بيبولي أكل الحين، ترى هاي من ينبنون بنبدأ نجيب أكل شوية، مع إن هاي في البداية مفروض أحطيهم، ترى وايد متأخر عليهم أنا. بس أنا أتمنى هالياهال يكبرون بسرعة، وايد طولوا الياهال ما كبروا، ما يبلغون يخرب بيتهم. طب الناس تبلغ يا أخي، يلا شلوا المحصول. أنت بعد مزارعين تعبان، بعد مزارع زيادة بحط 8 مزارعين، ترى أنا بعد كبر واحد. أوكي بنحطني مزارع، من يستوي عندنا المحصول زين. أوكي بعد بيوني اثنين، اللي بيوني بحطيهم، ايوه بعد صياد، وبين الصياد اخير بعد. ها بعدهم ما شلوا المحصول يا جماعة، وش التستوى؟ اوكي وضع الاكل، اشوف ما حد يوعان. اوكي اوكي اوكي، يا الشتاء وما حد يوعان، بس كل حد عنده مخزون اظني. شوفوا كل حد يسل مخزون، واللي هو شيء ممتاز يعني. هاي الحين بيشتغلون في شو؟ في البناء والشال، وهذا هالجزء الحلو، ان المزارعين عندي 8 الحين، 7 سوري، 7 كلهم راح يستوون ليبر. تشوفوا حسب شيء انا بمزارع، بس اساس في الشتاء الشغلات اللي مو مخلصه في الصيف والربيع وغيره والخريف اخلصهم. متى اخلصهم؟ في الشتاء. يعني يساعدون المزارعين انهم في الصيف شو، بس السمك غير، لان السمك مصدر مستمر للاكل. الصيف ولا الشتاء الحين يبون سمك ترى، وهذا اللي معيشنا اظني للحين في فصل الشتاء.
من يبنوا هالبيوت اظني وضعنا ما راح يكون اوكي نفس الحين. الحين قاعد يجمعون، والله وايد انا طالب منهم يجمعون وايد ترى مو شويه. انزين الحين نبى عندنا اصلا انفنتوري، ما عندنا صياد على سبيل يبلنا اصلا جلد على اساس يسوي لهم ثياب، فشو بسوي؟ فيشرمنز خلاص 12 وصلنا، صيادين وصلنا للنبا. انزين وعندنا نبا، لا اوكي اوكي كل بيت فيه اكل، كل بيت فيه اكل زايد بعد، مش اكل يعني تعبان، كل بيت فيه وايد اكل معناه بيتكاثرون بيكبرون. اظن يوم في اكل وايد يكبرون اسرع، ما ادري صحة المعلومة، قولوا لي انتم تحت في الكومنت هل يكبرون بسرعة اذا ياهم اكل ولا ما يكبرون، لان الحين حاط لهم مخزن هني بس. اوكي يا حبيبي حابب يرجعون يزرعون الحين، شوفوا بيسوي شغل بطيء مرة ثانية، بيرجعون الزراعة بيعقون سامان اللي في ايدهم بيرجعون الزراعة. هذا التولز كم عنده؟ بنحطي 250 تول حق المستقبل، يلا اي حد ينكسر اي شيء خليه يشتغل. هذا بلاك سميث عندي بكد ابوك، صبركم انتم بس شوي، عندي 12 واحد يصيد يصيف وعندنا زراعة. اوه كان يكفينا السمك طول الموسم تقريبا، بس ما حد يوعان، شوف ما حد يوعان، ما حد ناقصنا اكل، اهم شيء اكل الفود لمت تخلت اقول تي مليون عادي، 5 مليون طاف. زين ما بكون فود رمت علي، هل ظني 500 بيكفيني يوم يجيني واحد زياده؟ الحين من ينبنون هاي بشغل فيهم ناس انا تعرفون، بس مش مستعجل عليهم وايد لان عندي اكل مستمر، في استمراريه عندي في الاكل فاوكي. الحين بعد بيوني ناس زياده غير كبار لان بنيت بيوت، شوفوا ما عندهم اكل، بيجيبوا لهم اكل، بيجيبوا لهم في اكل، اكل موجود شوفوا، مفروض يشلوا لهم. الحقوا على الاكل يا جماعه، استهبلوا علي انتم. هاي الاكل زين، هو في فصل واحد من يبدا عندي شو اسمه يزيد الزرع يبدا يي كلهم يحصلون اكل، ما اعرف هل الزرع بهالاهميه، حاطي لي مزرعه ثانيه شغل فيها اربعه، لان الحين هاي 64% حلو، وعندنا سمك يعني المفروض ان كل واحد يبيع 10 على الاقل، اربعه يا يبيع مكانه، احس تعبان مكانه جدا تعبان. انزين ونبى نجيب بعد ناس، نبى ننتج ناس، بس كيف انتج ناس بدون اكل؟ كيف انتج ناس بدون اكل؟ في اكل، ها في اكل، في اكل، شلوا لكم اكل، تعشوا كلوا عن ابوك، ما تاكلون؟ ليش ما تاكلون؟ الحق على المخزن قبل يخلص الاكل، شوفوا مساكين اوفياء هاي والله اوفياء، اهمهم الشغل اكثر من الاكل. هاي حصل اكل، هاي حصل اكل، الحين هذا الباقيين بيحصلون اكل بعد، لان هاي لا هاي ما حد ساكن هنا صح؟ كلهم طلعوا من هنا شوفوا، فهذا البيت في اكل في شيء؟ لا ما في صح؟ فهذا البيت شو بسوي فيه؟ خلاص نحن انتقلنا من مرحلة البيت، ليش كل مرة انسى مكان اللي يهدم؟ هذا وقدام يكون ما ادري وينه، بنهدم هذا، منو ساكن فيه؟ ايه مع نفسك والله، والله مع نفسك، عندي مشكلة اكل انا بعد تصير هناك، لا اوكي مو باكل هذا للهدم. انزين الحين قام بهينا ذره شوي، ذره بيعبيها زين، ذره تعبي حلو، ذره وايد تعبي. الحين بهينا الشتاء احسن فصل استوى عندي، كان اخذ فصل صح؟ الحين انا اتريى الشتاء ليش؟ بس على اساس انهم يشلون هذا. اوكي الحين شو رايكم نرد نبني هذا؟ حطيه للبناء مشروع، لان عندنا وايد موارد، وعلى اساس ان الناس تبدا تاخذ من الماركت من السوق. امر موقفه صح؟ اصلا ما حاط فيها عامل طف، ورك دونت ورك، ورك دونت ورك، خلاص
انت لا تشتغل، روح سوي لك شيء ثاني. ما تقدر؟ لا ما يقدر، خليه يشتغل عيال. ما يقدر يودر شغله، مسكين. عندنا واحد زاد، ابغى اشغل هذا اللي زاد فيه واحد من هايل، فبنتظر عليه. فخلنا نسوي من هذا، نرفع أولوية هايل، خلنا نعطيهم أولوية، لأن الحين المزارعين عندنا فاضيين صح؟ ما حد محتاج أكل. أوكي نايس، وايد أوكي. صح أن السمك ينتج على طول، لكنه ما ينتج وايد. بالمقابل المزرعة ما تنتج وايد، ما تنتج طول الموسم لكنها تنتج وايد. فبالتالي خلنا نحط لنا 14 في 14 مزرعة ثانية، حط لها شارع هني. لحظة سوري لازم كليك، لأن عندنا ناس زيادة. نحط فيها شو ها سكواش. اوكي بنحط 3 مزارعين زيادة، 10 مزارعين عندنا، حق 3 مزارع يعني افرج مزرعة واحدة بتكون عمالة كاملة. فمحتاجين نحن 2 غير على اساس نعبي المزارع عمال. اهم شيء عندي حاليا الاكل اهم شيء، بس خلوني انقص مزارع واحد واحطي واحد في الماركت. اوف 12 واحد يقدروا يشتغلون في الماركت، هو بيشل الاكل اظني، ومن هنا بيتوزع كل شيء اظني، بيكون افضل توزيع اظني بيكون. خلينا نشوف، مفروض ان الماركت يعدل الامور ويدخل لي فايده اظني. شوف كل شيء هنا في الماركت الحين، والحلو ان كل الناس قاعدين من الماركت. فخلنا نشوف الحين انتاج البشر، عندي تعبان انتاج كل شيء احسن من انتاج البشر. انزين اوه ابني 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 ابني، انت ما بحطك على طول، انا ابى ممكن حتى هذا قبل، ما ابى هذا قبل. شوف يمشي لين اخر الدنيا، بيب سمان وبيرد، ما عليه مو مشكله لانها مشوار مره واحده. نبى واحد يرد يزرع المكان، نبى واحد يرد كذا. خلنا نزيد مزارع واحد زياده. اوه في شرمان عندي موت، لحظه خلينا نقص مزارع، نزيد عامل بناء، وخلنا نحطي لهم مقبرة. وين هني زينة؟ تو سمول، لازم حبة أكبر صح؟ فشو بسوي؟ خلنا نشيل الشارع هذا زين، ومكان الشارع هذا بحط المقبرة عودة نوعا ما، يعني على اساس ان يزيد راحة الناس. اوكي الطريقة هاي اشوفها زينة، بس اشباح ساكنين وياهم يعني، انا اقولكم الحين زين. والحين نبى اللي بيينه يشتغل وين؟ يشتغل في هذا اول شيء، هربلست وشو وهانتنج كابن، هانتنج هانتنج اول، لان هانتنج شو بيحطي لنا؟ هي هانتنج بيحطي لنا ناس، نحن نبغى ناس. انزين 1 2 3 1 لحظة مكان البيوت غلط. انزين ما خسرنا عليهم شيء الحين الحمد لله. خلنا نحطي هاي اول عشان ما اضيع قياس، نحط هذي الاول، نحط الشارع بالطريقة هاي. اوكي شوفوا كم فريج عندنا، كلهم معتمدين على السوق الحين. شو وضع السوق؟ زين سوق زين زين، يعني عايشين عايشين، مش لا تعبان ولا ناقوب، لا تعبان ولا قوة. الحين بس ابى هذا يجهز، انا هذا خليه يولي، ما نبغى يشتغل، اخليه يولي، نبغى هذا يشتغل. اول شيء هانتنج كابن، لان هانتنج كابن سيدي بخليه بيب خياط. الخياط شو بيسوي؟
بسوي لهم ثياب، بقلل استهلاك الخشب، فما بنحتاج يعني ما بفكر وايد في الخشب نوعا ما. اتمنى يعني، اتمنى هذا هذه الخطه الحاليه يعني. ها شو ليكون هذا قصدهم، شو اسمه، ملفوف ولا شو هذا، ما اعرف، شيء من فواكه مالهم مال انجليز. يا حبيبي يا حبيبي، شوف الاكل اللي بيا الحين، اكل فول بس. اي فول والله يخسي، يا جوج مجوج. انا ليش كل الالعاب تستهلك اكل بشكل خرافي يا جماعه، والله واحد يتعب. انزين اذا السالفه هني بالطريقه، خلينا نحط هيربلس واحد يشتغل هني، اساس اظني اذا مرضى بيروحون وين، عند منو هذا؟ هذا لحظه، هذا هرب، ويت ويت ويت، في واحد مداوي ولا هربلس يكون واحد بس. مابل تيل برودكشن ات ذس لوكيشن، لحظه انا اظني ما احتاج احط هربلس هناك. جاذرر جاذر هيربس اند بروفايد سمبل هيلث اند هيلث فور سيتيزنز. اوكي خليه هني الهربلس بعيد، بس هذا خله مبند، خله ما يشتغل، لان احنا بالهيربلس يشتغل هني، ما نبى يشتغل هناك. وهذا مورد خشب دايم، بس بترية هذا ينبني بعدني، ما ببني ذاك اول، لان الحين اذا السوق انترس اكل بطريقة منظمة، بس اظن الناس همجين مش منظمين، انا اسف يعني، لكن الناس غير هذا، غير منظمين ابدا، لانه لو منظمين على كمية الاكل ما في كل حد بيشيل كل اللي يقدر عليه، وهذا اللي قاعد يستوي ويانا الحين. انزين الحين لازم نبدا نخاف على منو، على الستون، على الحصان. خلينا نحط لنا، بما ان الوضع ثابت ومستدب، كويري ستون بنشغل في، شو رايكم هنا ما يستوي الستون، مشكله ياخذ مكان ضخم. كانت الخطه اني احط كله مال صيد هنا، تعرفون شو، خلنا نشوف اذا يستوي الشارع، يستوي شارع هني زين، اي يستوي شارع هني، بس ما بحطي مال ستون هناك، بحطي مال ستون وما بشغله، لان عندي بلدرز وقاعد احللهم انا الصراحة يعني. حطي مال ستون بعيد عن الماركت، بنحطيه مكان نفس هني، اوكي، على اساس ما يخرب شو حياتي، لان هني بمد الناس، الماركت يوصل لين هني، خله هو برع مجال منو الماركت، وخلي عندي واحد اثنين يتمون يبون ستون، وين المشكلة؟ مفروض عندنا ناس وعندنا اكل الحين، صح؟ مفروض اني بحصة، واذا الناس بسوي لهم ابجريد، مشكلة عمال المزارع مش كفاية، مفروض ازيدهم، محتاج 12 واحد في المزارع بعدنا، ما ينتجون بسرعة كافية. شوف 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 الزرع يموت، حرام حرام، خلنا نزيد عمال المزارع عامل واحد. هاي في الشتاء اوكي، في الشتاء هم بيخلصون كل شيء ترى، شوفوا في الشتاء شو بيسوون، فنانين. شو السالفة هني، 600 كون 600 كذا، عندي يبين الالف هني، ها مدسن، عندنا واحد يسوي دواء، نايس. شوف شو ياخذون دواء الحين على اساس ما يمرضون، بس بسرعة يروح الدواء، يمرضون بسرعة شكلهم. بس اهم شيء عندنا الدواء قاعد ينتج يعني، مش هادينا مروح وخلاص. زين بنزيد الصيادين، صياد واحد خلهم يستمر 12 مرة ثانية، ان هذا في حد زيرو جريفت. اوكي انا ما عندي مستشفى، ما عندي ولا شيء، وانا مدرك الوضع اللي انا فيها الحين، ابدا ما عندنا شيء الحين احنا وضعنا مش في السيفتي ابدا ابدا، مش في السيفتي ترى، بس مش مشكلة عادي. ليش؟ لان عندنا مش في السيفتي 100% الا اذا كان عندنا، خلنا نفكر، عندنا 5 برور افاليبل، 12 تيلر، ايش 12 تيلر، خيبه
زين يبانا الحين هذا انبنى، ايوه هذا انبنى. الحين هذا بنحط فيه واحد هنتر، هذا الهنتر بيجيب لي انا مواد حق اسوي ثياب، والثياب راح تعدل اظني تعدل نفسية الناس. ريتنج مالي مال كل شيء تعبان ترى. افرج هيلث، اذا افرج هيلث شي طايح خلنا نحط لنا استشفى مكان البيت الاولي. صبر خلنا نشل هذا اول شيء، خلنا نبني مكانه. طالع سيده زين، بنحط لنا مستشفى الطريقه هاي. اوكي اوكي مكانه ممتاز، لان الحين عندنا بيوت داد وبيكون عندنا انتاج ناس. بحط لهم مستشفى شوي يمكن يقل اللوكس، ما عندنا لوكس. زين اذا ما عندنا لوكس هني لازم نحط فورستر واحد. لا اوكي اوكي بنحط فورستر واحد. نبا الحين كلهم شغالين؟ لا مش كلهم شغالين، لان كل حد عنده وظيفه ثانيه، لان كادنهم كد لا عن ابو ولد والدينهم. بس بشوف هل هو الافضل ولا الاسوء. انا قاعد امشي، هل هالقريه افضل من اللي قبلها ولا اسوء؟ انزين هذا شو سالفته؟ في واحد جديد مولد بعد توه. هذا من وين بيجيب خشب؟ هذا السؤال. فليش ما هو يسوي الخشب بيكون هني قريب عليه؟ نحط لنا وود كتر هني ونشل اللي هني الحين ونستفيد منه في شيء ثاني. شوفوا وود كتر هني بيكون اقرب على الفورستر، بيجيب له خشب لين هني بيسوي وود كتنج هني وبيجون يشلون منه وين؟ في المدينة كامل، حتى في النطاق، في نطاق الماركت بيشلون منه بيروح وين؟ هني. هذا منو؟ هذا الود كتر مالنا صح؟ جوب ود كتر هي مو عنده وظيفة الحين زعلان، مو مشكلة يزعل شوي مو مشكلة. هذا بينهدم، بس خلنا نعطي أولوية حق شو؟ حق المبنى ماله مسكين، لأن احنا طردناه برا. ما أعرف الحين هذا بيعطونا أولوية ما يعطونا أولوية، خله يتمشى شوي ما عليه مشكلة. ايه عندنا مشكلة في الخشب نحن، عندنا هي عندنا مشكلة طيبة في الخشب، مش مشكلة تعبانة بعد. انت تعال هني 700 خل ولا 1000 وات ايفر كم انتج طول عمرك. متى اللي بيبنون بيجون يبنون عندنا هني؟ زين لانه زعلان خلى الود كتر يقوم من مكانه ويستوي ليبر، خليه يروح يستوي ليبر يساعدهم شوي بدل ما هو قاعد يصيح يتمشى هني بعلامة استفهام فوق مخه. ولا اقول بيجي غيرك، خلنا احنا حاطين هنتر يجيب لنا شوي اكل. والله يبانا هنتر زيادة والله. الحين بيجون بعدني بوظفهم في الاكل في الاكل في الاكل في الاكل في الاكل في الاكل كل شيء في الاكل. عليا اوه علوي، عليا هاز بيكم ان ادلت اند وركينج از ا ليبرر. كفو والله علوي. تعال لا تعال ستورج ريمينينج. الحين انا بابني هذا واعطنا مليون مره اولويه وميوني. لكن شو اخبار الاكل؟ في امية في تعبان والله، الاكل وايد تعبان وايد تعبان، محتاج بعدنا ازيد في الاكل. في مشكلة في الماركت يوم الواحد يسوي اكل، في موضوع ما اعرف شو قاعد يستوي. في ليذر عندنا، يعني في مكان حق واحد يشتغل هني تيلر وورك ليذر. في واحد يشتغل ولا في اثنين؟ واحد ليش اثنين؟ واحد يشتغل هني يسوي لهم ثياب شوي بنرتاح، ما بيبردون يزكمون وهذا. ونبى واحد يشتغل وود كتر، يوم يجهز وود كتر طبعا. هذا شغلته ياس يطلع خشب ياس يسوي، ما مقصر والله الصراحه كفو عليه. هذا ياس يسوي لنا دواء من متى ما قاعد يقصر. وعندنا هذا اوريدي وصل لمتل تولز، وعندنا ثلاثة زيادة محتاج واحد هني، فبنزيد واحد في المزارع
حسب يعدل الانتاج. نحن ب 12 واحد حق المزارع توتال كامل كامل 12 واحد. فاير وود زلو، اعرف انه فاير وود زلو، انا عاطي اولويه 17 مليون مره حق شو؟ حق هذا. ها ها ابنوا هذا، سووا هذا، خلصوني من هذا، ما حد يبي يبني، ما حد يبي يشيل منه خشب. الحين بيشلون يوم المزارعين يوم هم عندهم خشب زين ويشتا ونتوهق. ايوه الحين ايش الحين شطار، بس على الاقل عندنا حد يسوي ثياب، عندنا اظني عندنا حد يسوي ثياب بيكون وايد زين. كلوث سلمت حبيبي حط 500 500. اوكي بس من يجي له ليذر ولا هذا بيبدا يسوي عادي ما عندي مشكله. زين والحل ما انه الواحد يسوي حصان. خلينا نشغل هني ثلاثه زين، يبوا لنا حصائل البردانين. دخيل والديك ابني، دخيل والديك ابن هذا. تعالوا 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 والله تعالوا دخيلكم، شلوا ال... هاتوا اثنين حصى. نحن اصلا مو عندنا حصى من زمان. هاي ايش اخبارهم؟ ستون ليمت تريليون الف وحاطي قدامه تشي صفرين، مليون صفر. اوكي خلهم يبوا حصى لان العالم بتموت، العالم بتموت البرد. في واحد تو ولد في وسط ازمه عالميه مسكين، كسر خاطري والله. هذا حديد، لا ستون بس هي مال الحديد هني. صبر كله قريب كله قريب، ما في شيء بعيد الحمد لله. شو ترى حد مات؟ في حد مات 36 كنا، هي 36 بعدنا الحمد لله ما حد. ما اعرف كيف ما مات، يمكن ثياب، تصدقون يمكن الثياب انقذتهم. المهم قام يجينا حصه وقاعد ينبني هذا، والحلقة قريب تخلص لكن خلونا نسوي آخر خطوتين إن شاء الله إن شاء الله. هي ازرعوا انتوا بعد، نبى أكل، نبى هذا، في كورن، نبى سمك. 135 فش، 141 زين. بنحطينا عامل هني واحد يسوي خشب، نعطيه ليمت هني 500 مضبوط. أقول لك هاي 500، تعال 1000 بتحصل خشب هني ما عليه. اظني في عندنا فورستر المفروض يسوي شغل يعني، وعندنا هني خشب طالع صح. اساس مساعدات المالية اللي هني، مساعدات مالية، مساعدات الخشب اللي هني محتاجينها الحين نباهم كلهم. هاي خلي احد يشيل الخشب، هاي نباه فورستر بروحه ما يكفي. هذا بيب مهني من قريبة حلو، لانه هذا مصدر المفروض انه مستدام بالنسبه لي. بزيده حبه شخص واحد زين. وهني شو السالفه هني؟ اوكي ما مو بقادر يشتغل، اظني ما عنده لذر لان الهنتر تعبان. فالحين قادرر وينه؟ انا ما حاط قادرر يجمع اكل. هذا قادرر زين، خلينا نحط هذا يم اكل من الغابه زين. هاي مش قادر يشتغل لانه ما عنده ماتيريال، يقول مبين له ماتيريال ما عليه. هذا بعد نفس الشيء ما عنده ماتيريال، بيجيبوا لهم ما عليه لانه قاعد يستوي عندنا الناس اكثر، وقاعد يوظف الناس في الوظائف هاي اكثر. ها بيصيد الحيوانات اللي هني اكيد، بيجيب جلد وهالسوالف. وهذا قاعد يزرع يعني اكيد. شو راح يسوي؟ راح يجيب خشب. شوفوا ينتج شوي شوي خشب، بس ما اظني لوجز ما عندنا ابدا. خير شر ما عندنا، فحم ما عندنا شيء، ميديسن ما عندنا، ستورت كله قاعد يستهلك. فاللي قاعد نجيبه نحن فعليا قاعد نستهلكه. يمكن الشيء الوحيد اللي ثبتنا فيه شوي الاكل. بعد الاكل ترى مش ذاك الزود الحين ترى، يعني مش ليش بردانين بعد ما الشتاء؟ حد قال لي يتكلم؟ خلنا نخم بقعة الشير هاي كلها.
خلنا نشيل هاي كلهم. والله عندنا مشكلة في الخشب تصدقون، فإذا ياني عامل بعد بحطي فيه شو في هذا. أوكي يقصون في نفس الوقت. بعد واحد خلي يوفرنا شوي خشب. ما أظن خشب يكفي. فيرود ما عندنا أي شيء ستور. قاعد يحطي على طول، قاعد يروح يحطي على طول، يروح يحطي على طول يروح. بعد لا، إذا أنا واحد لازم أحطيه في المزارع، ما ينفع أحطيه بالطريقة هاي. زين في الشتاء بينا خشب أظني. في الشتاء بينا خشب. شوفوا لأن اللوج كيف عليه طلب فايرود هذا، لأنه ما في لوجز. بس أظني الحين اللي مزدنا الإنتاج هذا بيفرق. هذا يزرع في نفس الوقت، يعني شيء مستدام تقريبا. شوفوا اللي شله يرد يزرع يعني. بس هذا المبدأ كامل. الحين هذي شوفوا هذي ما يكفون مزارعين. واحد بس لا يكفون، بس خلاص ما نبي مزارعين أكثر. يكفون كمية كاملة تقريبا. بس المشكلة عندنا في تكاثر الناس. بس إذا زدت الناس بس عندي مشاكل ثانية. فالحين ما بزيد الناس لين هم بروحهم يزيدون. هم بيزيدون الحين، قابلين للزيادة ترى. في أهال عندي 12 أهل بيكبر. بس زين قام يصير في شوي لوكس من هالشيء على الجنب. نايس، ناس بتتدفى الحين شوي. ابي ينتج، يدور الخشبي ترى يا من متى مسكين يبا ينتج. شو اخبار الحصى؟ ستون ما ظني بعد عندنا ستون. بعد نحتاج ما عندنا، لانه بروفايد ورمز هذا يكون دافي اكثر. انزين نبى نحط ستون هاوس واحد، وبشوف شكله. بنحط هذا اللي في الزاويه. اوكي الحين ستورج ريمينينج. اوكي 2%. بنشوف شو بيسوون، كيف بيبنون بيت جديد. لحظه هدموا البيت. حيبالي 10 حديد واللي هو ما عندنا. زين 10 كل شيء يباله، كل شيء يباله. خلينا نشيل هذا اللي هنا كله، خلينا نشيل هذا اللي هنا كله. دام ان نحن في الشتاء والمزارعين مالنا شغال. اوه فيلم كبير. حديد هذا كله حديد، ما كله حديد. خلينا نقدر نعطي أولوية حق التجميع. ايه اظن يسوي، ما ادري اذا يسوي ولا ما يسوي. لان نحن الحين هذا ما عندهم بيوت، فشو نبني بحصة ومزارعين ردوا يشتغلون. مشكلة موسم واحد المزارعين يشتغلون عمال، بس ما يعني ما في موسم ثاني ممكن يشتغلون فيه. يا الله المشاكل، يا الله المشاكل. ليش المشاكل؟ سووا لهم فاير وود انتوا بعد، ليش ظالمين؟ هاتوا لهم خشب يا جماعة، عيب عليكم يعني. ما عندهم بيت مساكين، هدمت بيتهم والله. والله كسروا خاطري والله، واني متفلسف اسوي لهم هذا. زين استوى عن اثنين ليبرية، خلنا نشوف شو بيسوون. هاي الحصة مالهم ما يكفي حق شيء ترى. اظن لو شغل 15 واحد ما يكفي شيء. المهم اذا عندكم افكار اضافيه على الحلقه هاي، ولا على شو ممكن نسوي نحن في المدينه هاي الجديده قبل لا تخترب والحق ويجيب العيد فيها، خبروني تحت في الكومنت. مشكورين عن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.